وقد استهدفت الغارة بلدة حلفاية التي استولى عليها مقاتلو المعارضة مؤخرا في تقدم وصف بالميداني في محافظة حماة. إذن مدينة حلفاية التي تعرضت لقصف عنيف من قبل القوات النظامية راح ضحيته 100 شخص. هذه هي الصور الأولى للضحايا. إذن هذه صور الجثث وهي منتشرة في الشوارع، شوارع هذه المدينة، وهذه هي الصور الأولى التي تظهر هذه الجثث. وتأتي طبعا هذه الصور وهذا القصف مع زيارة الإبراهيمي لسوريا ومحاولته لقاء دمشق، لقاء الأسد.